اما هلا صرت حاضره معنا مايا ببيت بيوت لنحكي عن موضوع كثير مؤثر وكثير مهم، وخاصه بالميلاد. حلو انه نفتح هذا الموضوع ونحكي عنه لنلفت نظر، يمكن اذا في غلط نصلحه. صباح الخير. صباح الخير ولا ينعاد عليك اول شيء. ينعاد عليك وان شاء الله تكون هيك ايامنا فرح وحب وعيد. أكيد. ويكون هالقد البلد الحمد لله هيك بصحه حلوه يعني وكله حياه. ينعاد عليك وعلى كل المشاهدين. اكيد. ميرسي مايا. اليوم موضوعنا كثير مهم مثل ما كنت عم اقول، يلي هو قد ايه مهم الواحد يعبر للكبار عندنا بالعائله، ان كان الست ان كان الجد ان كان حتى الاهل ان كان ام والبي، مش بس يعني تيتا وجد. مزبوط. قد ايه حلو نهتم فيهم، حلو نحسسهم قد ايه بنحبهم، قد ايه لهم علينا، قد ايه تعبوا معنا، وبالنهايه هن كبار العائله، يمكن نحن مالنا شيء، مش موجودين لو ما هن. بالضبط. هن السبب يعني. وقد ايه مهم انه نرجع نقدر نرد لهم جزء بسيط من اللي هن عملوه تجاهنا بس كنا نحن صغار. صحيح. بمعنى انه اليوم رح نعرض دراسات اذا كان عندنا وقت اكيد، بتحكي قد ايه مهم نلمس الكبار السن، يعني اللمس لكبار السن، اللمس العاطفي، طريقه التعاطي معهم يعني. لانه اغلب الناس. نعم. بتنسى انه بس تشوف ستة وجدة او اهلها مثل ما قلتي امها وبيها صاروا كبار بالسن، بننسى قد المهم انه نحن كمان نلمسهم مثل ما هن كانوا يلمسونا وقت نحن كنا اطفال صغار، لان هذا الشيء بيعطيهم كثير ثقه بالنفس، وهذا الشيء كثير بيرجع بيعطيهم بوش لقدام. صحيح. واليوم رح نحكي عن هذا الموضوع، بس قبل رح نشوف الروبورتاج اللي نحن محضرينه لنوال، يلي هي زياره عملناها لجمعيه كبارنا بكفيا. وهن جمعية كبارنا هي جمعية منا ميزون دو روبو، يعني منا أي مأوى للعجزة، وإنما هي جمعية لكل الأشخاص اللي تقدموا أو شوي أو كتير بالسن، ويلي عندهم فراغ، ويلي هن بحاجة لدعم اجتماعي وعاطفي مش دعم مادي. هن أشخاص ما عم يحصلوا على دعم مادي، وإنما عم يحصلوا على أوقات حلوة مع بعضهم، عم بصير عندهم أصحاب، عم بصير عندهم حياة اجتماعية كتير حلوة، دعم معنوي مثل ما عم بتقولي. منشوف الزيارة اللي عملناها على كريسمس ومنرجع منحكي. يلا. جمعيتنا تأسست سنة 2005. أهم هدف لإلنا هو تحسين نوعية حياة كبار السن العايشين ببيوتهم لوحدهم أو مع عائلتهم. قد إيه لك بالجمعية؟ شي ست سنين. صار لي خمس ست سنين بقي هالجمعية هاي اليوم. يعني أنا لأنه كان عندي أهل ماتوا صفيت وحدي، في رابطنا هون قالت لي تعي بتتسلي، كثير مبسوطة هون. بهيدا النادي نستقبل كبار سن نساء ورجال عمرهم فوق ال 65 سنة، وبهدف تحسين نوعية حياتهم وخصوصا تخفيف من وحدتهم وعزلتهم الاجتماعية. عندك أولاد؟ عزبة. مع مين عايشة؟ مع ابني. مع ابنك؟ ومرته وولاده، قاعدة أنا وياهم فرد بيت، ناكل ونشرب وهن بيروحوا بيشتغلوا، انا بنطر الاولاد. كل عمرهم كبار السن ان كانوا كانوا امات كانوا يعطوا اولادهم ويضحوا مشان اولادهم، هلا ببيوتهم بما انهم ستة وجدوا كمان مشان احفادهم عم بكفوا عملهم وتضحياتهم. بالنادي بيكونوا لهم هذا النشاط لهم والاهتمام لهم والتعزيز لهم. أشخاص بيساعدونا هن متطوعين بيقدموا من وقتهم ومجهدهم تنقوم بنشاطات رياضية، نشاطات يدوية، ذهنية، فكرية. شو غيرت لك بحياتك؟ كثير. مثل شو؟ صار في تعارف أكثر مع الأصحاب وفي عندهم محبة كلهم. كل شيء طاير. بروق بس إجي كثير بروق. تعرفت على كل الناس، بنحب بعضنا كثير. نتعامل مع بعضنا، بيعلمونا اشياء ما بنعرفهم. بجيت لهون حسيت الحياه كلها تغيرت، نفسيتي تغيرت هيك ومبسوطه. كثير حلو، كل شيء منظم، كل شيء مرتب. بيعلموكي على الشغل شيء بتتسلي، بيكفي بتقطعي بالجمعه ساعتين. عم غير
يرجعوا، عم بنبسط، اصحابي بحبهم وكانه الخيط. هلا بنطر هالنهار مناطر تاجي دائما لهون، بتمنى كل المحبه لكل الناس، بتمنى السلام والمحبه والصدق والايمان. بتمنى اني ضل صحتي منيحه بس ما بدي شيء. بالفعل مايا عن جد ريبورتاج كتير حلو وكتير مؤثر. بدي علق على شغله انه بتلاحظي انه الكبار بحنوا على الكبار، بحنوا على بعضهم. مزبوط، لانه هن بنفس الظروف مارقين، مشان هيك يعني هن اللي كل اللي بيتقدم بالسن، كل شخص بيتقدم بالسن عم بيشوف اذا كان متزوج، عم بيشوف اولاده انه عم يكبروا، كبروا بين مزدوجين تركوه، بمعنى تركوه مش يعني ممكن اكيد يضلوا بحياه عائليه كثير سعيده وحلوه، بس تركوه بمعنى انه تركوا البيت العائله اذا صحيح. بدك صار عندهم حياتهم، صار عندهم هن بعدهم بحبوا اهلهم بس صار عندهم مشاغلهم، صار عندهم اولادهم، وبتعرفي الحياه شو صعبه هلا، يمكن نهار ما عم بيقدينا تنخلص امورنا. 100% نحن يعني لفتة لقيناها كتير حلوة انه نقدر كمان نتشارك معهم غدا عيد الميلاد ونعطيهم كمان نحن دعم معنوي على عيد الميلاد. مزبوط. هلأ بدي ألفت النظر لشغلة كتير مهمة رولا، مثل ما قلنا ببداية حديثنا بدي كتير ركز اليوم على كل شيء منسميه تكتيل او كل شيء لمس له علاقة بحاسة اللمس تجاه الأشخاص اللي هن كبار بالسن. وهون بدي أقول أنه نعمل كتير دراسات، أبرز الدراسات نعملت بكندا بمؤسسات جامعية استشفائية بالكباك بكندا، وحتى يعني الدراسات اللي نعملت بمختلف أنحاء العالم أثبتت أنه حاسة اللمس بالنسبة للشخص المسن هي نوع من السلاح، أنه أنا لما بلمس الشخص المسن بطريقة عاطفية ولحدد يعني بحط إيدي على كتفه، بحط إيدي على وجهه، بغمره على راسه، على راسه 100%، هول الامور كثير بياثروا انه هن مثل السلاح ضد الديبرشن عنده. مزبوط. يعني انا عم ساعده تيواجه هي الاكتئاب. اصلا حركه انك الواحد يلمس ويعطي هيك عاطفه بايده هي بكل الاعمار حلوه، هي اهم سبيل صح. من سبل التواصل، لانه رح خبرك كمان شغله كثير حلوه رولا، انعملت دراسه على 60 هن 120 يعني 60 اخذنا جروب من 60 شخص مسن. اوكي. هول ال 60 شخص لمده شهرين، اوكي؟ لا ركزوا معي، مده شهرين مره بالاسبوع، صار في مثل انتروتيان، يعني صار في مثل حوار مع شخص معين، وهالشخص هو الرئيس النرسات او الانفيرميير بالمستشفى، اوكي؟ صار في انتروتيان مره بالجمعه يعني على مده شهرين، يعني 8 مرات. خلال الانتروتيان، خلال التحادث مع هالشخص المسن، صار في لمس لهالشخص المسن، اوكي؟ يعني صار في مثل ما قلنا حطينا ايدنا على كتفه، على شعره، غمرناه الى اخره. جروب تاني، مجموعة تانية، 60 كمان شخص مسن، صار معهم نفس الانتروتيان، نفس التحاور بدون أي لمس، أوكي؟ ورجعنا عملنا مقارنة بين النتائج، وهالمقارنة أكثر شيء هي كانت بازي أو قايمة على إنه نقيم تقديرهم لذاتهم من بعد هول الشهرين، تقديرهم لذاتهم يلي رح أعطي شوي شو يعني تقدير الذات، تقدير الذات يعني وقت الشخص المسن أو أي شخص بينظر لحاله إنه هو له حق يعيش، له حق ينبسط، مش فاقد الامل بالحياه 100%، هو شخص فريد من نوعه، بنقول ايرامبلاسابل، يعني لا يمكن استبداله بشخص اخر. كمان من احدى النقاط الاساسيه لتقدير الذات هو انه يكون عنده اهداف يحطها ويوصل لها، اوكي؟ ويعتبر حاله انه هو مفيد، ولو هو الاعمال اللي عم يعملها قليله انما يعتبر انه هيدي الاعمال مفيده، هيدي ابرز النقاط اللي لها علاقه بالتقدير بالذات. من بعد هول الشهرين، هول النقاط إضافة لغير نقاط شفنا أنه عملوا بيك، يعني طلعوا إذا بدك، تطورت هل تقدير للذات تطور عند الأشخاص يلي هن خصيصاً كان عندهم الفرصة أنه نحن نلمسهم خلال التحاور. فهيدي الدراسة بتثبت لنا قد مهم أكيد اللمس العاطفة بالنسبة للأشخاص الكبار بالسن. إضافة لهالشي نعمل كتير دراسات فرجت قد لما أنا بكون عم بتحاور مع شخص وبلمسه بطريقة عاطفية قد بزيد من إمكانية أنه هو يعطيني ردات فعل من خلال شيء بنسميه الإكسبرسيون فاسيال أو تعبير الوجه عنده. هلأ كبار السن بالتحديد هن أشخاص بيعيشوا مرحلة بنسميها داي حداد، أوكي؟ حداد على شو؟ حداد على أيام الصبا،
بس هي مرحلة صغيرة بتقطع ولا بتضلهم فيها؟ هي مرحلة يعني هي في مرحلة يمكن بيبيعوا انه ايه انه نحن كبرنا. رح اقول لك شو بيصير لما ببلشوا باول سنين يتقدموا بالسن، بيكون في حالة بين مزدوجين من النكران. نكران شو يعني؟ بمعنى انه لا بعدنا فينا حط مكياج، بعدنا حلوة، بعدنا منيح صحتي، بعدنا بمشي منيح، بعدنا بحمل منيح، بعدنا كذا. طبعا نحن الله يخلي لنا كل كبار السن، في كثير كبار سن عندهم نشاط وحيويه وابديات مثل ما بنقول، بس مع التقدم بالعمر الانسان بيفقد كثير من قدراته او بتخف قدراته، حتى الوظائف الجسديه الدماغيه، كل الوظائف الجسديه بنشوف انه عم ترجع لورا. مزبوط، بس انا يمكن ما بعرف اذا عم يسمعونا او حتى يعني اي شخص عم يسمعنا، بس يمكن الكبار هن بالنهايه حتى لو مش عم بيعطوا مثل ما كانوا يعطوا قبل، بس وجودهم بركه. يعني هلا حتى لو رولا خليني اوضح شغله، انه لو سمعت الست المدام اللي كانت عم تحكي كمان هلا بالروبورتاج عم تقول انه اولادها بيروحوا، انه ابني بيروحوا ومرته بيتركوا له اولادهم يخدموا اولادهم، انه تخيل لاي عمر بعد عم تعطي وعندها هيدي الطاقه انه تقول بدي بعد اعطي بدل ما هن كمان بمحل يعطوها. خليني احط الخطوط تحت شغله كثير مهمه، انه حتى لو الوظائف الجسديه تراجعت وحتى لو هن شافوا انه عم بيعيشوا حداد على اشياء كانت عندهم وبطلت عندهم، كل شخص مسن بضل عنده نقاط قوه، مش نقطه قوه، نقاط قوه قادرين نحن ننميها عنده. فكل حدا بده يفتش عند اهله وعند سته وجده وعند كل كبار السن اللي حوالينا شو نقاط القوه اللي فينا قويه، لان اكيد في نقاط قوه، اكيد في نقاط قوه، يعني بصير في تدهور على صعيد او على اصعده محدوده معينه، انما بضل في نقاط قوه. اكيد صحيح. مايا شكرا لك، الموضوع رائع اكيد. بينعاد عليك كمان مره ثانيه، بينعاد على كل اللي عم يحضرونا. بنتوقف عن فاصل اعلاني ومن بعدها بنكون مع جينا الصار بخصوص الجمال.